بسم الله الرحمن الرحيم برسلين القائل في كتابه العزيز ونشيناه وفي السجن حقا لي مما يدعونني إليه وانطلاقة الثورة ثلاث نهاية وقفة تضامنية لجميع الأسرى ولأبي حتى يفك أسره حتى يفك إضرابه ويفك أسره في الوقت العاجل ولجميع أسرانا على الوطن وعلى جميع العالم التحرك لأجل أسرانا ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري يجب أن تنتهي بأقرب وقت لأنه هناك أسرى كثير يخضون هذا الإضراب وهذه السياسة المنهجية إيش أكيد أنه يكون خوف وخوف على صحته وعلى وضعه يعني لازم الكل يتدخل في هذا الإشي حتى يتم الإفراج عنه بأقرب وقت وصل للصليب الأحمر أنه يقف لجانب إياد الحبيبات ويساعد ويساعد جميع الأسرى الله يفك أسرهم ويقف معنا الصليب ما هو واقف معنا ولا مساعدنا لازم يساعدنا لازم يقف مع الأسرى لازم يقف مع المرضى إياد مريض على سبيل الشفاء مطلب العون من كل إنسان في الدنيا حر وشريف مطلب العون منه مطلب أنه يساعد لأنه إياد حاولوا اغتياله هذه المرة الثالثة ثالث مرة حاولوا اغتياله ونطلب الفرج من رب العالمين ومن جميع الأحرار العالم تقف مع إياد الحبيبات ومع جميع الأسرى ساعدهم في فكرتهم لأنه إياد مريض على سرير الشفاء له 37 يوم وهو على سرير الشفاء يعني حالته الصحية صعبة صعبة وحاولوا أنهم بدهم يرجعوا على السجن ليش الحين إحنا ما بدنا يرجعوا على السجن يردوا يسووا عملية اغتيال جديدة إحنا بدنا يعالجوه وخلوه في المستشفى تمام الله يشفي يعني اليوم جماهير محافظة الخليل وعائلات الأسرى المضربين أمام الصليب الأحمر في رسالة للتحرك العاجل لإنقاذهم في ظل هذه الأجواء الحارة حيث يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري المعلومات أنهم موجودين في زنازين العزل الانفرادي في ظروف صعبة جدا في ظل تلك الأجواء الحارة على الصليب الأحمر التحرك بشكل عاجل وفوري من أجل الإفراج الفوري عنهم هذا الاعتقال السيف المسلط على رقابنا شعبنا والذي يستخدم من قبل الاحتلال كإجراء عقابي بحق النخب السياسية والكوادر والأسرى المحررين آن الأوان أن يتحرك الشعب الفلسطيني وأن تنظم الاعتصامات المفتوحة في كل مراكز المدن من أجل إيقاف مهزلة الاعتقال الإداري التي أصبحت تؤرق وتقلق كل أبناء شعبنا الفلسطيني عدد الأسرى المضربين 15 أسير من كل محافظات الوطن ولكن معظمهم من الخليل 10 أسرى يخوضون هذا الإضراب ضد الاعتقال الإداري 4 من مدينة دورة جبار النمورة ورأفة الدراويش ومحمود وكايد الفسفوس إخوة 2 إضافة إلى الأسير سالم الزيادات من بني نعيم والأسيرين فادي العمور وحسام تيسير الربعي من مدينة يطا ومحمد خالد أبو سال وأحمد عبد الرحمن أبو سال من مخيم العروة